مطالب وأمال متعددة يعلقها المواطن في أنحاء الجمهورية على الحكومة بتشكيلتها الجديدة. نستمع الآن إلى عدد من هذه المطالب من قلب الشارع المصري. أتمنى دعم الصناعة المحلية وتطويرها عشان فرص البطالة تقل والشغل والشباب، عشان السفر بدل السفر الأول بره المفروض ننميها هنا. فياريت بس كل القصة كلها في تظبيط الأسعار بس، وأنا عارف إن دي الأسعار دي عالمية طبعًا ومفيش أي مشكلة فيها. بتمنى من الحكومة الجديدة إن يكون في زيادة في الاستثمار، في زيادة في التطور، دايمًا عندنا التطور، عندنا استثمار أجنبي كتير. دايمًا بتمنى من الحكومة الجديدة إن يكون في اهتمام بالتعليم جدًا، أهم حاجة التعليم. بتمنى إن يكون في مثلًا وظائف كتيرة للشباب اللي متخرج دلوقتي، وبرضه يفضل إن الشباب إن هي تهتم بالتكنولوجيا. اهتمام تعليم، اهتمام بالصحة، اهتمام بالاستثمار. عايزين الحكومة الجديدة تسعى بكل جهدها وتدعم الاستثمار في مصر. أول حاجة التعليم، ليه بقى؟ إن التعليم لو اتحسن الناس كلها هتبقى كويسة وهيبقى هيطلع جيل كويس. وطبعًا يليها الصحة. فصحة الناس لو بقت كويسة يبقى الإنتاج هيزيد، يبقى الشغل هيزيد، الكلام ده كله. الحاجة التانية بقى الصناعة والزراعة. فياريت يعني هم يهتموا بالحاجات دي. أول حاجة الأسعار. مشكلتنا كلنا في مصر الأسعار. أول محارب الأسعار والجشع بتاع التجار وارتفاع الأسعار. نتمنى المزيد من التقدم، المزيد من توفير فرص عمل للشباب، المراقبة 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 على الأسواق. فياريت المحافظة تكون في أولوياتها توفير فرص عمل للشباب للحد من الهجرة والهروب من المحافظة. احنا عاوزين الشوارع تكون نظيفة، الصرف الصحي في أماكن ناية عندنا ما فيش اهتمام بيها خالص، ياريت يبص عليها ينميها. الشباب برضو يعني يكون على وعي كامل بالحفاظ على الشوارع الأماكن العامة. ياريت قصة الأراضي دي الصحراوية، ياريت الخريجيين بتاعت الشباب يعملنا كل حتى خريج مثلا كل واحد كل شاب كده 5 فدن يدهم له مثلا بالتقسيط. يا ريت الحاجات دي يعني تساعد الشباب على الاستقرار، ويا ريت يعني يا ريت النظافه بتاعت الشوارع. الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي، لان هي دي اللي تعب الطرق خالص. الاهتمام بالبنيه التحتيه، القضاء على الفساد الاداري، اختيار كوادر مؤهله للقيام بالعمل، اختيار الكوادر الشابه.